وصلنا 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 300,000 وصلنا 300,000 اقل من الشهر اقل من الشهر زودتونا 100,000 يعني رجعناكم تحدي جديد انا نعرفكم تحبوا التحديات راح نسوي تحدي 5 ثواني اوكي يا جماعة انت لا تلومونا انا حنرجع زي اول حننزل كل مقطع في اسبوع ليش على الحياة ثاني قول لك مطفر محتوى خلاص اوكي اليوم عندنا تحدي 5 ثواني ايش هو التحدي يا اسماء؟ لا ايش تحدي يا اسماء وحسنة؟ ليش اسماء؟ طيب عليك واحدة انا خلاص مرة بربر من اليوم كل واحدة تسأل الثاني سؤال تحدي الثلاثة من السؤال اللي عندها ولما اذا ما تجاوب يلا طلع حتشرب عصر نعمة شايفي كيف؟ طبعا هنا قاعدة اسوي الخلطة السحرية هنا خلطت فيه طماطم وبحط شوية وشوية وكثرت من شطة يعني حنتعذب صح فشكله هذا الشطة صراحة ريحته مرة ريحته لذيذ مرة متحمسة المفروض نتعذب بس شكله حنبسط فحسها حتبدأ أول يلا ليش دخل أنا ليه أنا؟ أقدر أشوف تيجي تشوفي؟ إيه يلا شوفي جهزي 5 ثواني ايه دسات اوكي هي 5 ثواني لا تسألوا ليش 5 ثواني تبتدي ايش تسوون فيها تحطوا لايك سبسكرايب يلا سؤال الاول عددي عددي لي 3 مطاعم برجر ستارت برجرايز برجر كينج وش كمان ماكدونالدز يا كثر امه انا توترت تبي سؤال بس انه فمك ما بيتكلم السؤال ايش هي فحنغير لسبعه يا بس هنا خلاص كفي 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 يا انا ما بكذب علي انا حطيت كذا الله يسلمك هي مو بالغلط يعني طاحت كثير جاهزه شوفي يلا يلا ونبتي تي اقتلي قلت لك يا ابويا عمو يا الشعشة ما حكمل الحلقة ترى هذا حيكون في بطني زي لما تاكل اكلات عادية ما في مندي هذا فلفل بس اطلب لك مندي الحين يعني انا ما بقول شيء لانه يمكن اذواق الناس يمكن انا القم الجولة الثاني حنخلي 7 والله من غشاش انا قلت لك لا يلا عددي ماركات الملابس قلتي لوي فيتون او برادا قلت غشاشة ايش هو؟ هذا ترى مو حظ انا ذكية من يوم ما انزلت تفضلي اعتبري هذا كراميل شوكولاتة ايوه اعتبريه لا تعتبري طماطم واشياء هذا طيب اوكي لا تشوف دعية ورعة الجولة الثانية حتكون 7 ثواني عددي لي 3 شركة هواتف سامسونج ايفون نوكيا عشان انا بشرب عشان انا بشرب انا ابغى اشرب انا ابى اجرب اشربه طب اشربي خلاص ابى ترى سويت لك هنا انت تبي تشربي مره لا 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 يمكن ما يعجبني لا 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 غير انا لا اتقبل ابلع 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 الله يديم النعمه شو قلت لك مو لذيذ طلع مو مرة اللي كان في بالي نرجع ل5 ثواني هو كذا التحدي عدد 3 أنواع هامسترات هامستر سوري صيني فرنسي و ما في فرنسي
سوري فقط القبي. جماعة شوفوا هنا قاعد يحرق. بلقمك يلا هنا يحرق. لا على انا شربت كذا. لا تشربي تحطيها كذا وان شوت. وعيادي بالله عددي لي ثلاثة بسرعة. تطبيق توصيل نعناع ونينجا وهيجو سيشن معلن. جاهزة؟ لا عشان قاعد افكر في هذا المخلوق الغريب. اوكي جاهزة؟ عدلي ثلاثة اسوار عمالك هجوم العمالك يحميهم من السلع عمالك. ما هو عدلي ثلاثة اسوار اللي تحميهم من عمالك. ماريا؟ ماريا؟ يا ماريا كان قبل كم شهر وربي لي نسيت. ابو خلاص شكلي حشرب وكل شيء. زبارة الله يقربك. المفروض تتعود يا بفوق. وربي لا القمك بالسؤال صعب. عاد دايما تقول القمك القمك. بعدين هاي السؤال زوجها. عددي لي ثلاثة فرق كورية بنات. أقول good generation twice وبعبي. أبا أبغى ما أبغى. لا لا طلع. أنا كريمة بحط لك شيء بس. إيه طبعا طبعا يا أخي أنت غصب عنك. ليه؟ الحظ. أنا كريمة حطيت سؤال زي وزي. تشرب وتتعود. ما اقدر والله ما اقدر. ادري النعمه زي كذا بس اني الله يكرم النعمه بس ترى انا ما جبني فكره اللي نشرب طماطم. امي اللي جابته وربي هي قالت سوي لكم مشروب غريب كذا كل ما تجاوب تشرب. قلنا يا ام وربي انه في كل جهنميه. يلا سوينا نفس اليوم. داي يلا يلا ايش تبي جوال ايش تبي؟ تكفى انا خلاص بطني احس حرقان وربي احس حرقان كذا. عددي انواع ببغاء. الرز مانجا مانجا ايه. حكبلك بس نقطة يعني خلاص. انت ليش جايب زبالة يعني انت متأكد انها طبعا يمكن حطت رشي احتياطي. خلاص تعودتي لان تشربي كأنه موية. هذا موية وربي غش. انا قاعدة القم ورا بعض وربي غش. لو تشوفون انا حلقم كلها يعني انا حخلص على المشروب الحين. انا خلاص انا فزت. انا فزت يا اخي. انا حسيت عليها يا اخي حسب يوم. عددي لي ثلاثة شركة مناديل. مشوار ناعم. ناعم ايش؟ ما في استنوا انسى ايش ابي ضبط. يا تفدي شايفين حط لها شويه ورب انها ما تتكرم. رب انك ما تطلعينه تبلعينه غصبا عن وجهك. لا توك من الحين. انت تو شربتي كم؟ اربعة. انا جربت خمسة ورا بعض كم ورا بعض يعني بطني يقول ارحمني يا ابراهيم. عددي لي ثلاثة اسامي تبدا بحرف زين. زمزم زكريا زهيمن زهايمر. وين زهايمر؟ لا انت شبي فين؟ ماي حسابي ولد زهايمر. زهايمر 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 لديه زهايمر. في حاجة اسمه زهايمر.
خلي يقول للأسف يا زهايمر لديك تحايمر. عدي هاتك فين؟ أنا أختك الصغيرة وأنت أختك الكبيرة، يعني تدري صعبة. عددي لي عددي لي ثلاثة أغاني من فرقة ستراي كيدز. لا سامي لا الحين صوتك قليلة ولا مقليلة؟ قولي لي اذا مو قليلة. ايوه خليك رجال. اتمنى اذا احد يشوف المقطع ما ياكل، لانه كذا حيصير معاكم. عددي لي ثلاثة اشياء تنرفزني. أصوات ده وكمان لما تنفس وحكي بابا لا قلتي صوت لما أكل صح جبتي. طيب الثالث ثلاثة تنفس. لا تنفس لا ورب إنك تكره. لا لا الله خلقنا عشان نتنفس. لا تنفس لا هذا عادي والله عادي إذا ما يقفل الباب هذا منا. هذا ثلاثة منها هي كثيرة بس هذا قلت انت عجبتي بس اثنين ما قلت لا انا قلت تنفس وصوت الاكلة طق 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 لما طيب بس الثالث تنفس. تنفس هو نفسه ياكل هم نفس الشيء هو لا ما تقبل ما اجربه خلاص والله بطني احس حرقان مرة حار صرت خسرت زميلك. انا خسرت لانه نصيب كل واحد مع نصيبه. وش النصيب انت خسرت والله تشبيه. لا خلاص حط هذا تقرف مني. لا طب اسوي لك هذا بدل ما ده. لا يا ترحمان يلا طيب يلا انت قلتي كذا بعدين قلتي كذا. لا هذا لا نفسها هو نفسها هو كذا بس هذا تجي من كذا اما هذا تجي من كذا خير. لا مو قوم لا تتحركي. طيب انا اخي بعرف طويل احس من بكره لهنا اشكلت تمر بوف. لا ياس انتقبت فهمتي؟ لا شوفوا بدايه حلقه كانت كذي صدقون الحين هذا كله انا شربته ترى هذا كله انا اللي شربته تشوفون. اخر سؤال عددي لي ثلاثة أنواع زهور. الرز. إيش سالفت مع الرز اليوم؟ ياسمين. أيوة. أنا. يا عليك أنت. أكثر مقطع ضحكت فيه. إذا ما نزل الحلقة بعد أسبوع. أعرفوا إنه صار لنا شيء. وياش إذا عجبتكم المقطع لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. ما حد يقول لنا شكرا يعني بتحط لايك وحط يعني ما حد غصبك يلا بس حط لي قبل تذنب. لا أشربك الطماطم. بقي شوية طماطم هذا لك حطها باي. هنا ما تحسي هنا في ما تحسي هنا حرقان أنت هنا أنا هنا.